في اليوم العالمي للمساواة بالأجور، عمال البصرة يشكون من تدني أجورهم مقارنة برواتب خيالية تمنح لغير مستحقيها، 10,000 دينار أو يزيد عنها بقليل. هذا ما يحصل عليه العمال كأجور يومية في الوقت الذي تزداد فيه رواتب ومخصصات نوابنا بلا نفع للدولة، كما يقول مواطنون في البصرة. هاي البلدية مو هالقاعدة، العالم يعطوهم 10,000، هو هاي 10,000 شلون؟ إذا يطلع يشتغل يحصل له 10,000، وإذا ما يطلع يشتغل ما يحصل 10,000. ذول برلمانيين كل واحد ياخذ له 20 مليون و30 مليون، هسه يعني يعطونا هسه على قضاتب رعاية، هسه هي 125,000، زيد يعني يوميتها تطلع يومية 3,000 4,000، هسه يعطونا راتب رعاية هم نعمد الله وشكرا. احنا بالنسبة ان عندنا اكو عامل يطلع من الصبح للساعة بالستة ما يحصل له حتى 25,000، او نوبات يوميته قليلة، لأكو عمال يعني أكثرية العالم متأذية، يعني ناس مرتاحة يعني بتجي له فلوس الحالة وهو قاعد بالبيت وساكت المليارات توصل له. شريحة ما تزال تبحث عن العدالة بما تتقاضاه من أجورنا مقارنة بشرائح أخرى، فيما يجري البحث عنها دائما من قبل البلدية ومطاردتها بحجة التجاوز على الشوارع والأرصفة. وأكو عمال يأخذون 25، وأكو ناس تأخذ 40، وأكو ناس مو سوى ترى. ودتها بالنسبة إن البرلمان الشهري مالتهم تقريبا شكلك ب30-40 مليون، وإذا أنت تجيبه للعامل ياخذ 25,000، ماكو مساواة حجة بالنسبة للعراق، ماكو مساواة. ومع معاناة شريحة العمال، دخلت العمالة الأجنبية على خط المنافسة والحصول على الوظائف ومزاحمة عمال البصرة في فرص العمل. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.